بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تمرين 14 صفحة 77 من كتاب المفيد مستوى الثالثة إعدادي الدرس ديال الدواء الخطي. هنا قالوا لنا في معلم متعامد ومنظم وحدة القياسية السنتي مثل مبيانيا هاد الدوال. عطاونا أربعة الدوال خصنا حنا نمثلهم مبيانيا. إذا أول حاجة نرسموا المعلم ديالنا. نرسموا المعلم معلم متعامد ومنظم ونقسمه دونك او هذه واحد جوج ثلاثة او اي جي واحد جوج ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة. اذا هنا اللي كنجيو كنبغيو نرسمو الدالة كما قلنا هذا محور الافاصيل هذا محور الاراتيب ايكغيك. وشنو هو هذا ايكغيك؟ هذا هو اللي كيكون فيه الصور ديال اكس. الصور ديال اكس وشنو هما الصور ديال اكس؟ هما اللي كنرمزوهم ب اف دو اكس. هنا كيكون اكس هنا الافاصيل وهنا الصور ديال اكس اللي هما الاراتيب. اوكي اذا غنمشيو للداله الاولى اف ان. عطاونا اف ان اف ان تساوي اف ان دو اكس تساوي جوج اكس. اش كنعرفو حنايا؟ اش كنعرفو؟ داله خطيه. داله خطيه شنو هي؟ هي عباره عن مستقيم. اوكي دونك عندنا عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم. حنا باش نرسمو مستقيم خصنا جوج نقاط ياك. اي مستقيم خصنا باش نرسمو خصنا جوج نقاط. ولكن شنو كنقولوا؟ هذا كيمر من اصل المعلم. اذا ضروري غتمر من اصل المعلم. وبالتالي ها النقطه الاولى لقيناها. اذا مازالنا نقطه ثانيه. النقطه الثانيه مثلا غنمشيو غنعطيو الاكس هنا شي قيمه نحسبو اف دو اكس. اوكي غنعطيو الاكس شي قيمه ونحسبو اف دو اكس. مثلا غنمشيو نديرو اف دو واحد لاجل اكس كيساوي واحد. شحال عندنا اف دو واحد؟ شحال غتساوي اف دو واحد؟ غتساوي جوج في واحد اللي هي جوج. اذا شنو غنمشي ندير؟ غندير هنا شحال خديت اكس؟ واحد. شحال لقيت الصور ديالو؟ قلت هنا كيكونوا الصور ديال اكس في محور الاراتيب وهنا الاكسات. دونك ها هي واحد الصورة ديال واحد هاي اللي هي جوج صافي. دونك ها النقطة وها هو أصل المعلم وبالتالي هذا هو المنحنى ديال الدالة الأولى ديالنا. صافي إذا هذا مثلا هذا نسميه الدالة اف ان التمثيل ديالها نسميه المستقيم دي ان. صافي نسميه المستقيم دي ان. عاوتاني غنمشيو للدالة الثانية. الدالة الثانية عطاونا اف جوج اف جوج ديال اكس تساوي ناقص ثلاثة اكس. حتى هذه دالة خطية أتمر من أصل المعلم. إذا مثلا باش وباش نرسمو مستقيم خصنا جوج نقاط. دونك النقطة الأولى أصل المعلم مازال خصنا شي نقطة ثانية. غنعطيو شي قيمة مثلا لإكس لأجل مثلا إكس كيساوي ناقص واحد. ممكن تاخد ناقص واحد ممكن تاخد واحد ممكن تاخد جوج ممكن تاخد ثلاثة اللي بغيتي كلهم صحاح.
لأجل x كيساوي ناقص واحد شنو عندنا؟ f ديال ناقص واحد غير هنا ما تاخذوش انا ارقام عاود كبار، غتقول اكس كيساوي 10 و10 عاود ثاني خصك تكبر المعلم صافي، عاود ثاني بقى دير بالحساب، الا خديتي 10 وملي غتحسب هذه غتخرج 30، خصك دائما خذوا ارقام اللي يكونوا ساهلين شويه في الرسم. دونك اف ناقص 1 كتساوي ناقص 3 في ناقص 1 ناقص 3 في ناقص 1 كنعوض هنا غير اكس ناقص 1 اللي هي غتساوي هي 3. اذا فين راه ناقص 1 هو و 3 ها هي اذا ها هو منحنى الدالة الثانية التمثيل المبياني ديالها تمثيل ما هو كما من اصل المعلم والنقطة للأفصول ديالها واحد ناقص واحد ثلاثة مستقيم دي جوج. عطاونا الدالة الثالثة اف ديال 3 إكس تساوي ناقص 3 على 2 إكس. إذا بحال هذه بحال هذه مثلا خصنا نكون شوية ذكي، الإكس اللي غناخد خصني نكون شوية ذكي فيه. علاش؟ أنا 3 على 2 خصني ملي نحسب خصني نلقى هاد الصورة هذه نلقاها مثلا أعداد صحيحة صافي، يا يعني إما طبيعية ولا نسبية كلهم مزيانين صافي، غير ما يكونش ملي كيكون فيها الكسر ولا ملي كيكون كتكون الفاصله، والفاصله تقدر تسجل شويه. دونك انت هنا اش غدير؟ شنو مثلا تاخذ اكس هنا احسن حاجه ممكن تاخذ فيها اكس هي جوج يا ناقص جوج. اوكي جوج ولا ناقص جوج. دونك اش غدير؟ علاش هانتوما طلعتي اجل اكس كيساوي جوج عندنا اف جوج اف جوج تساوي ناقص 3 على 2 في 2. ها علاش خدينا 2؟ لاحظ دابا هنا هادو كيتختزلوا وكتبقى لي في التالي غير ناقص 3 سهلة الحساب. اوكي دونك غنجي لهنا 2 شنو لقينا؟ اكس كيساوي 2 ولقينا ناقص 3 دونك ها هي 2 هي ناقص. اوكي وكما قلنا هذه داله خطيه اذا كيتمر من اصل المعلم وهذا هو التمثيل المبياني ديالنا صافي. مثلا نسميه المستقيم الدي 3. وقتنا اخر وحده طالنا اف دو اكس تساوي 1.5 اكس. اوكي عاود هنا نفس الحاجة شنو غنمشي مثلا هناخد شي اكس هناخد شي اكس اللي غيطير لي اللي غيطير لي الفاصيلة صافي اللي غيطير لي هنا الفاصيلة هو اي اكس خديتي راه ممكن ترسم ولكن غير اللي كيجيو شوية ساهلين في الحساب. هناخد اكس كيساوي جوج عندي اف جوج صافي عند اف ديال جوج هي 1.5 في جوج 1.5 في جوج هي 3 دونك هي اف جوج اف جوج هي راه مرسوم غنكمل من قبل ها هي 3 هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة تتمر من أصل المعلم صافي. هذا هو المستقيم
الدائرة. أوكي، ونهاية حل 8.